والآن تبقى لنا من الشرح خانة مشاركة الشاشة، وسوف نقوم بشرحها بشكل مفصل داخل الاجتماع. الآن سوف نقوم بإنشاء اجتماع حاليا، مجرد ما راح نضغط عليه راح أدخل الاجتماع. أضغط على زر Join with Computer Audio إن أنضم عن طريق صوت الكمبيوتر. الآن تظهر لي معلومات Meeting Information، معلومات لهذا الاجتماع. عندي الميتينج اي دي، رقم الاي دي مال الاجتماع، وعندي الهوست المنشئ، من هو منشئ الاجتماع، والباس كود اللي هو كلمة السر مالت الاجتماع، وعندي انفايت لينك اللي هي رابط الدعوة نستطيع نسخه وارساله للمشاركين اللي حابين ينضمون الى هذا الاجتماع. وعندي هذه علامة السيتنج اللي هي الإعدادات العامة، بدل ما نروح الإعدادات خارج البرنامج، مجرد ما أضغط عليها راح تظهر لي جميع الإعدادات اللي أنا ذكرتها وشرحتها بشكل مفصل في الفيديو السابق. بداية عندي من الأسفل أول علامة، علامة الميكروفون، إذا شلتها الحين فتحت الميكروفون، وإذا ضغطت عليها الحين صرت أنا ميوت. وعندي هني فيها زر فرعي، مجرد ما أضغط عليه ضغطة واحدة راح تطلع لي بعض الخيارات اللي ممكن إني أختارها. مثلا هني عندي أضغط على الأوديو سيتينج، هني اللي أنا شرحتها إن أسمع صوتي، أتأكد من جودته، أغير مثلا بعض الخيارات، أفعلها، ألقيها. وعندي مثلا ستارت فيديو، هني أنا مفعلة، هني عندي خلفية. عندي بعد زر فرعي، مجرد ما أضغط عليه هني في بعض الخيارات، مثلا choose background or choose video filter. هني أنا عندي إنه ممكن إني أحطها بدون فلتر أو بدون background من هذا الخيار، سحطنا راح تظهر لي كذي، أو إذا أنا أبي خلفية ممكن أيضا هتكون موجودة. إذا حبيت إني أسكر الكاميرا، مجرد ما أضغط على علامة الفيديو راح تتسكر معي الكاميرا. هني عندي security اللي هو زر الأمان الخاص في هذا الاجتماع، وتظهر هذه الخيارات اللي نبي نفعلها داخل الاجتماع، مثلا lock meeting. إذا حبيت إن أقوم بإقفال الاجتماع وعدم السماح لأي مشارك بالدخول للاجتماع، مجرد ما أضغط عليه راح يتقفل الاجتماع. الخيار الثاني enable waiting room، إنه ممكن المشاركين اللي راح يدخلون الاجتماع أن يحطهم في waiting room. بعدين عندي allow participant to share screen والchat ورينيم themselves وunmute themselves. هني أسمح للمشاركين مثلا مشاركة شاشاتهم، أو مثلا مشاركة المحادثات أو الدردشات في الاجتماع، أو إعادة تسمية أنفسهم داخل الاجتماع، أو إن يضعون نفسهم إن unmute themselves، إن عدم كتم الصوت. بعدين عندي هني خيار ال participant، هني عندي يظهر لي المشاركين. هذه علامة ال participant، هني أنا أنميوت الوضع مالي، أقدر أحطه ميوت، أقدر أحطه أنميوت. وعندي علامة مور، مجرد ما أضغط عليها أقدر أعيد تسمية نفسي
مثلا حابة مثلا أغير اسمي تغير عندي الاسم، أو add profile picture إنه ممكن أغير صورة العرض، ممكن أختار أي صورة تكون عندي. وأيضا عندي الخيار في الأسفل، أول خيار invite اللي هو الدعوة، مجرد ما أضغط عليه إما أقوم بالدعوة بواسطة الكونتاكتس اللي هما جهات الاتصال، أو دعوة المشاركين بواسطة الإيميل. هني عندي خيارات الإيميل، أو ممكن أني أنسخ رابط الدعوة وأرسله للمشاركين عن طريق الإيميل أو جهات الاتصال. وعندي أيضا زر ميوت أول، مجرد ما أضغط عليه راح أضع المشاركين جميعهم في وضع كتم الميكروفون. وعندي هني علامة ثلاث نقاط اللي هي مور، دي هذه القائمة الفرعية فيها عدة اختيارات، مجرد ما أضغط عليها ممكن أفعلها داخل الاجتماع، مثلا Ask all to unmute إن أضع الجميع في عدم كتم الصوت، أو mute participant open entry إن أضع جميع المشاركين في وضعية الميوت أو الكتم، أو allow participant to unmute themselves السماح للمشاركين بعدم وضع الميكروفون على وضعية كتم الصوت. وعندي مثلا allow participant to rename themselves إن السماح للمشاركين بإعادة تسمية أنفسهم، و play sound when someone join or leaves إن يعطيني إشارة أو يظهر صوت بحال دخول أو خروج أي شخص داخل الاجتماع، و enable waiting room هني عندي لتفعيل خاصية غرفة الانتظار، وأخيرا lock meeting لإقفال الاجتماع. والآن قمت بإضافة عضو آخر للاجتماع كما هو موضح من خلال الميتينج اي دي، مجرد ما وضعت الميتينج اي دي في جهاز آخر وحساب آخر تم الدخول كما هو موضح لكم في هذه الشاشة. الآن نكمل الشرح للأعضاء. أصبح لدينا الآن تغير العدد، أصبح لدينا اثنان، مجرد ما يضيفون الأعضاء يبين هني عدد الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع. ممكن مثلا هني أنا أقدر أتحكم مثلا بالشات أو الفيديو للعضو المشارك معنا في الاجتماع. والآن نضغط على كلمة الشات المحادثة، إذا حابة أرسل المحادثة لجميع الأشخاص بعد كلمة to إلى إما for everyone in meeting للجميع الأعضاء في الميتينج، أو الشخص اللي أنا قمت بإضافته في الميتينج، مثلا أنا أبي everyone، قمت باختيار الجميع في الاجتماع، مثلا أرسلت كلمة hi. أو مثلا إذا أبي privately أحدد العضو المشارك وأكتب له رسالة مثلا وأرسلها، هني راح يبين عندي إنه from me to الشخص هذا، ومكتوب عندي باللون الأحمر privately يعني خاصة، الأعضاء المشاركين لا يستطيعون رؤيتهم ولكن فقط هذا الشخص من يستطيع رؤية هذه الرسالة. والخيار الأول كان from me to everyone، مني أنا إلى جميع الأعضاء، يظهر إلى جميع أعضاء المجموعة. وعندي خيار share screen،
هذا هو الخيار، وعندي في زر فرعي مجرد ما أضغط عليه راح تظهر لي بعض الخيارات لمشاركة الشاشة كما هو موضح. هذه شاشة المشارك وهذه شاشة المنشئ للشموع، فنضغط عليها. مجرد ما أضغط على هذه الصفحة راح تظهر لي عدة خيارات. مثلا إذا أنا حابة أستخدم الوايت بورد السبورة ممكنني أضيفها بالشموع واستخدمها، أو مثلا إذا أنا عندي تلفوني أو الآيباد مالي ومتصل في هذا الكمبيوتر، ممكن من خلال الضغط على هذا الزر إنه يعرض لي الآيفون أو الآيباد. أنا الحين بستخدم السبورة، راح أضغط شير. راح تظهر لي هذه الصفحة فيها عدة خيارات، مثلا تكس إذا أنا حابة أكتب كلام داخل السبورة، أو حتى أضع شكل معين، وممكن أيضا مسح وإزالة الرسومات أو الكلام المكتوب بسهولة، ممكنني أمسحه. وإذا حابة بعد أسيف هذا البورد ويكون مرجع للطلبة، مجرد ما أضغط عليه راح يتسيف. عندي خيارين بي إن جي أو بي دي إف، يكون مرجع للطلبة. ممكن الحين أضغط ستوب شيرينج، بعد ما ضغطت ستوب شيرينج الآن أبي أدخل عن طريق أنا جربت عن طريق السبورة، وإذا كان في جهاز مقترن هني، ولكن لا، أنا أبي أشارك السكرين مع الطلبة بواسطة باوربوينت. مجرد ما أفتح الدرس راح تظهر لي هذه الصفحة أمام الأعضاء المشاركين. ومن خلالها ممكن تبديل الصفحات وتكون ظاهرة عند الأعضاء المشاركين. والآن سوف نقوم بشرح هذا الزر الريكورد اللي هو التسجيل. مجرد ما أضغط عليه راح يتم تسجيل هذه المحاضرة، وعندي خيارين: أنه أوقف التسجيل مؤقت وأرد أفتحه، أو ستوب ريكوردينج أنه بشكل تام. ومجرد ما أوقف التسجيل راح يظهر لي هني إشعار أن التسجيل راح نتوقف وراح يتسيف وينحفظ MP4 إذا خلص الاجتماع. آخر شيء عندي الرياكشن، ممكنني أضيف أي تعبيرات على الشاشة البث للطلبة. وفي النهاية عندي زر end، مجرد ما أضغط عليه عندي خيارين: إما end meeting for all إنه يغلق الاجتماع على الجميع، أو leave a meeting إنه يكون أنا بس الشخص المنشئ للاجتماع هو من يقوم بمقادرة الاجتماع. وبالنهاية قمنا بشرح برنامج زوم وخصائصه ومميزاته وعيوبه وطريقة استخدامه بطريقة مفصلة. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.